ايضا الشوط كان جميل للغايه والتوقيت خلاص احتفظ بهذا الاداء. نتواصل مشاهدينا من خلال الشوط الذي انطلق منذ لحظات وهو شوط خاص ايضا بالقاعدين الاخر والانطلاق جميل ومميز للغايه مشاهدينا. والشوط الرابع عشر مشاهدينا بعد هذا الشوط تبقى شوطين الختام. واذكركم بالفتره المسائيه هي الخاصه بهجن اصحاب السمو الشيوخ الساعه 2 تماما مشاهدينا انطلاق. وهذا الشوط الذي انطلق الرابع عشر كما ذكرنا جعدان مهجنات اصايل مقدمه الشوط المركز الاول. هناك ايضا المركز الاول متعود لعلي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، ما شاء الله يا سلام، متعود على السبق، متعود على الناموس، اسم ايضا اسم تفاؤل جميل جدا من بن غدير. شعار مشاهد الاعزاء سمرقند، نعم راعية السيف، شعار الذي بالفعل طرش السلامات من ميدان التحدي مشاهدي الاعزاء. واقوى شوط في اشواط المؤسس مشاهدينا بالنسبه لابناء القبائل ذهب كما ذهب ايضا الشوط الاقوى لهجن الرياسه مع ايضا مشاهدي الاعزاء حفله. وكلهم بالفعل الشوطين الاقوياء، الشوطين الكبار اللي اقوى اشواط المؤسس ذهبا الى دوله الامارات العربيه المتحده، تستاهل دوله الامارات ويستاهل ايضا حكومتنا شعبا. نعود للشوط مشاهدينا ونعود مشاهدينا لهذا الاداء الجميل. من الجانب الاخر ارى ايضا تسلل، ارى انقطاط على المقدمه من قبل الشبابي لسيف بن عبيد بن غنام المزروعي. وايضا هناك الشعار اللي قادم من العين، شعار بن خاتم، ايضا من الشعارات المهمه التي نحسب له حسابه في كل شوط مشاهدينا من اداء جميل. اشقر محمد بن خاتم بن محمد الشامسي بدا يتقدم من الناحيه الاخرى وانطلق في هذه اللحظات الى المركز الثاني. المركز الرابع عندنا هنا متواجد ايضا بقوه هتان لسلطان بن راشد بن حضيري من الكتبي، بدا يتقدم في هذه اللحظات وبدا يتقدم في المركز الرابع. المركز الخامس هناك مكلف للحميدي بن عبد الله بن حميد بن عمي الشامسي الذي يتقدم في هذه اللحظات يا السلام. بينما المركز الخامس والسادس، السادس الذيب لاحمد بن غانم بن علي بن ايداه المنصوري، هذا يتقدم ايضا الختماوي في هذه اللحظات. بينما هناك الدخول والغدوم الاخر من مبخوت، ايضا مبخوت قادم لسالم الضعيف بن غدير الاكتبي، شعار بالضعيف ايضا وصل بقوه في هذه اللحظات. وهنا ايضا شاهين لسالم بن احمد بن حوت العامري يتقدم في التاسع. والمركز العاشر الأدهم لخليفة بن محمد بن زاهر الخيلي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة الأولى. يا السلام على الشوط، يا السلام على الأداء. ولكن الصدارة كما نتابعها ذهبت هناك. شوفوا الشعار الجميل الذهبي بالأسود، شعار بن خاتم الشامسي بدأ يسيطر على الأجواء، بدأ أشقر على أشقر مثل جن الحر الأشقر لمحمد بن خاتم بن محمد الشامسي، بدأ يجر الشوط، بدأ يتقدم، بدأ يندفع إلى الصدارة، بدأ يقدم نفسه بطلا من خلال هذه المشاركة القوية في عاصمة الميادين. الله على الأداء، الله على الشوط، الله على الشوط. نعم هناك كما نتابع مشاهدينا المركز الثاني، المركز الثاني اللي متواجد مع شعار بن خاتم مشاهدي الأعزاء. خلونا هناك نتأكد أيضا من دخول المركز الثاني. المركز الثاني الشبابي لسيف بن عبيد بن غنام المزروعي، نعم شعار ابو محمد متواجد، شعار ابو محمد الشعار الوثباوي الجميل ايضا متواجد بقوه. يا السلام يا بن غنام، والاداء جميل بهذا الشكل والانطلاق مع شعار بن خاتم وشعار ايضا بن غنام. يا السلام، انطلقنا الاثنين، اداء جميل يتقدم ما شاء الله. شوف الشكل والاداء والرقي وعدم الاوامر الحاضره وركي التلقائي واندفاع ذا وكالعادة، والخبرة متواجدة عند بن خاتم وعند بن غنام. أكيد أبو هناك أيضا عم أبو محمد متواجد في المركز الثاني عن قرب من المركز الأول. نأخذ المجموعة الأخرى ونأخذ المركز الثالث اللي قادم أيضا ينضم إلى المقدمة مرة أخرى، يحاول بمشاركة مشاهدي الأعزاء. متعود لعلي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، بدأ يتقدم أيضا الآخر. يا السلام يا السلام، هذا هو متواجد بقوة. يا السلام، مشكور يا حامد، بدأ يتقدم في هذا الأداء الجميل. والمركز الثالث كما نتابع، المركز الرابع هناك الدخول، هناك التسلل كما نتابع حتان لسلطان بن راشد بن حضيري من الاكتبي، بدأ بالمركز الثالث الرابع وبدأ بالمركز
المركز الرابع نعم، والمركز الخامس خامس المراكز هناك الذيب لأحمد بن غانم بن علي بن إيداه المنصوري، بدأ يتقدم الآخر وبدأ وصول الأدهم لخليفة بن محمد بن زاهر الخيلي، بدأ بانقضاض بالمراكز المتقدمة. يا السلام، هناك أيضا دخول من شعار بالضعيف، يا السلام سالب الضعيف بن غدير مع مبخوت الاكتبي، يا السلام بدأ يتقدم الآخر ولكن ما شيء باقينا. اتجهنا إلى المنصة يا شباب، اللي عند حيدي بيقرب يقرب من الآن، يقرب اللي بنقطة في الوثبة غير نقطات الوثبة في كل ميدان، في كل أيضا هناك انطلاق وفي كل مركاض، هي غير بالفعل غير الوثبة غير ونقطتها غير وناموسها غير. يوم تتنومس يقول لك الناموس من الوثبة هذا روحه عن 10 نواميس ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوفوا الأداء وشوفوا كما أيضا نوهت لكم وكلمتكم وخبرناكم المقدمة والصوت ما شاء الله وتبارك الرحمن. هناك أبو محمد من غنام وصل شعار الله، وصل الشعار القوي، وصل أيضا التنافس الجميل، وصل في هذه اللحظات وصل متعود ومتعود قلنا لكم اسمه روح يكفي لعلي بن راشد بن حمد بن غدير. يتقدم الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق إلى المركز الأول، ينطلق مشاهدينا بصدارة الشوط، ينطلق بالمركز الأول. الله ركز يا حامد، ركز مع متعود بصدارة الشوط. الله المركز الأول والمتابعة، المركز الثاني الشبابي وسيف بن عبيد بن غنام المزروعي في المركز الثاني، جيب مي كم نمبر 3 بليز دايركتور أسامة الهواري. المركز الثالث شعار بن إيداه وصل شعارها الختم، وصل شعار الخزنة. الله الله وصل بقوة. هناك كما نتابع في المركز الثالث، الله في المركز الثاني يتقدم بقوة الذيب لأحمد بن غانم بن علي بن إيداه المنصوري، يتقدم مع شعار بن غدير، وصل شعار بالضعيف، شعارات قوية كلها ولكن الصدارة الله بن إيداه وبن غدير، بن غدير وبن إيداه. المعركة وين؟ الشوط وين؟ ركز. الله 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 ما دار متعود لبن غدير، ومن هناك أيضا الذيب لبن إيداه وبالضعيف وصل مع المركز الثالث، بالضعيف بن غدير وصل سالم. الله الله ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول كما نتابع. الله على الشوط لمن؟ بن غدير وبن إيداه، بن غدير وبن إيداه. هذا متعود. تهانينا لعلي بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي. شكرا حامد بن علي على تضمير المركز الثاني. مشاهدينا وصل أيضا الذيب لأحمد بن غانم بن علي بن إيداه المنصوري المركز الثالث. المركز الثالث كان متواجد أيضا هناك مبخوت لسالم الضعيف بن غدير الاكتبي. والمركز الرابع، كان هملول لعمير بن عبد الله بن عمير المنصوري. وهنا الخامس شاهين لسالم بن احمد بن حوته العامري. هذا هو الشوط مشاهدينا ينتهي ونحن ايضا نرجع الى الكنترول. 9 دقائق 26 9 اجزاء من الثاني متعود الذي ايضا عودنا على السبق والناموس، كان اداؤه جميل حتى خط النهايه لعلي بن راشد بن غدير الاكتبي المركز الثاني. 9 27 1 تهانينا بالمركز الثاني لابن إيداه بفوز الذيب. الذيب قدم عرض جميل لأحمد بن غانم بن علي بن إيداه المنصوري، استاهل أبو شهاب. المركز الثالث 9 دقائق 27 9 أجزاء من الثانية كان مبخوت لسالم بالضعيف بن غدير الاكتبي، وهذا وكان الشوط. شكرا الهواري على هذا التواصل، ونتواصل في شوط آخر وزميل آخر يصحبكم في هذا الشوط قبل الختام.